بطل بطولة الحلم يا ابني. بطل الهبل اللي انت فيه، مضيع فلوسك على المراجيح وشوية على المشاريع الفارغة وشوية على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح، وفاكر نفسك فهلاوي يا ابني. انت هبل وريالتك تملطش. هو جلب موزوس في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة الا دمك يا بعيد. انا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغل ايه بقى ماما؟ عم انا مش رايح البنك تاني. يا خدتي فمك يا رجاء، يا دي الشيله ويا دي الحطه، رحنا على جمل وجينا على بطه. واحده واحده بس يا حاجه، بطه ايه وجمل ايه؟ انا اشتغلت انترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يوم واحد يجي فلوس بالشغل يا حبيبتي. انا اول مرة اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطة ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزة بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافأة في عيد راس السنة المالية. لا مدام راس السنة المالية يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح، ما تقوم تفتح عشان تكمل شلة المعاتيه. خلي بالراحة، بيوت الناس ليها حرمة. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولا نص كلمة. يا صالح في ايه؟ خير؟ جايبنا على مالا وشنا. ايه ده بس عشان موجود؟ ايه ما جوه؟ يا عادك خش يا عم، في ايه؟ خش. السلام عليكم، زي حضرتك يا طنط، اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه يا ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ بس يا طنط كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه ده رجعان قوي والله. يلا اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايا ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديهولي؟ جرايا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش، خش عليا. عايز تضربني؟ جرايا ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. خلاص يا صالح، صل على النبي يا صالح. انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاج صل على النبي، بس عايز شريف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم. اوطي. لا وطي هات السيجاره. حاضر حاضر. ايه انت بتديها لي؟ روح ارميها في الزباله، روح ارمي ارميها في الزباله. خلاص 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 معلش يا صالح. خلاص بقى معلش، خش على الاوضه، اجري على الاوضه، اجري على الاوضه. يلا انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنك؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه يا زيرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما. يا عم سيبنا احلم، البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمرة ونغب على البنك واحنا كفيلين بيها. انتوا كفيلين بيها؟ انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقه، قلت هنستلف. عمليه استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حراميه يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي: انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمه العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 وايه بقى من الحوار ده؟ لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عموره؟ 5 مليون نحطهم مضيعه في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنه. نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنة، هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعة نقسمهم علينا بالعدل، أنا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ أنت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وأنا واخد كام؟ 4. يبقى اسمه العدل ولا لأ؟ ظلمتك. شفت بقى؟ ولا أنت البنجو بتاع عم مجدف حاسك دماغك. أنا أسرق بنك؟ يا نهار أسود يا نهار أسود، أنا أسرق بنك؟ لا 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 لا، انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس، فلوس بجد مش فكه، ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها، وعاك عربيتك وفيلتك بملكك الخاص؟
تنزل فوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم هنسرق البنك ده ازاي؟ بيقول هنسرق. اسم الله ايه؟ بيقول هنسرق. بالراحه بالراحه ده فوقي ده اسمها استلاف، عمليه استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا غير بكره هفكر فيها وانتوا برضه دوروها في مخكم كده. انا مش هدور حاجه في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك بس انت اللي اخترت يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازما السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ اقروا انت اتجننت ولا ايه؟ امي بره ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطة انت ويجا من مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. صالح هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش ده حرامي ممكن يبقى قتل قتلة. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكو. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكو خلاص. لا تونس خلاص قلنا معاكو بقى. خلاص خلاص عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى خلاص كده اتفقنا. ها بكره نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت عمرو. مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع. صالح انا ابويا لو جه وعرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي بلغ عننا؟ لا 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 خلاص بس انا هبلغ عننا. خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امي بلغ عننا. ما خلاص بقى اعمل لنا قفله. يا سلام. انت استأذنت من مين يا متخلف انت قبل ما تنزل البول؟ خلاص يا عم ما تزعلناش. الله اللي قول لي ادعى ابوك تقعديه هنا على طول. ايوه يا ابني بيتنا. يعني انت ادعى عمرو انت وابوك وعيلتك كلها بتصحوا تشوفوا النعيم ده كله؟ اللي قول لي يا عم ابوك قاعد قد ايه بره؟ 15 يوم يا زقر. حلو قوي قوي 15 يوم دي. جيب هنا بقى ايه قعده عربي وهنا شوايه عشان ايه هو اللي حلو؟ ايه هو قعده عربي وشوايه ايه؟ بص يلا احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه، فما تظبطش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بقيه عمرك هنا. خلاص يا عم الله احنا قلنا حاجه. اقعد يقول لي تقضي معلاتك وحياتك والكلام ده. اقعد ساكت بقى. اقعد ساكت بقى. ايه بس في ايه؟ صالح انت اتاخرت ليه يا صالح؟ وبعدين انت مش هينفع تسيبني مع الواد ده كتير. ما هو قاعد بنقف في ميه في حاله. هو عمرك مالكش حاجه؟ دورت الحوار في دماغك ولا ايه؟ اه دورته. وشكلها كده يعني في خطه. حلو قوي. بس اطلع لي بس الميه عشان نعرف نتكلم. طب ثواني بس ثواني. صالح هو بيعمل ايه؟ زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ لا لا. زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ بقول لك لا مش بيبي. ما لو مش بيبي يا صالح تبقى انيك. اطلع يا حيوان اطلع يا حيوان من الميه. خلاص يا عم ما تقفش فينا كده. اه بقى اعمل بيبي في الميه. اهو بيعمل اهو بيبي في الميه. انت بتعمل ايه في الميه؟ بس بقى يا رب اطلع بسكت بقى. هما بيشربوها هي بقت ورد. ده مقزز يا اخي. ده كان مقزز. بقول لك ايه يا عمرو عشان خاطر استحملوا شويه بقى عايزين نستحمل بعض. صالح انا ما عنديش مشكله معاه. اتفضل يا سيدي. بص اتفضل. لابس ايه ده؟ انا لو مربي سيد قشطه ما كانش هيبقى مقزز كده. بس برضه الواحد ليه طاقه. يعني ادافع عنك اقول ايه؟ ايه الخرا اللي انت لابسه ده؟ ايه يا عم ده طالع موضه في شرم الشيخ والغردقه ده. خدت ايدي بس. اه الله انت مش شايف. اقعد بقى وتعب بقى ساكت بقى. حاضر يا عم. حاضر. رجلك دي اسمعوا بقى يا رجاله. انا وصلت الخطه والخطه دي هتكون كالاتي. احنا هندخل البنك لابسين ماسكات على وشنا عشان محدش يعرفنا. هنسيطر على الناس اللي في البنك بالسلاح اللي معانا. بعد كده هننزل على الخزنه الكبيره هنفجر الباب بتاعها بقنبله عشان المفاتيح مش هتكون موجوده في البنك. لما الباب يتفتح هنعبي الفلوس في شنط كبيره ونخرج من البنك زي ما دخلنا بالشياكه ومعانا 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه. يا سلام يا سلام. يعني احنا كده عايزين ماسكات وسلاح وقنبله وشنطه كبيره عشان نشيل فيها الفلوس. صح كده. سيبوا موضوع الشنطه ده عليا. تعجبنا يا زيرو. حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. ليه؟ لسه في سلاح وقنبله ووجع دماغ. لف سجاره مرلول وجاهز. صالح
انا عندي وي في موضوع السلاح ده. بتتكلم جد؟ وحياه ربنا. ازاي؟ انا عندي واحده صاحبتي على الفيسبوك بتبيع الكتريك وسيلف ديفنس. البت دي يا جدعان جدعه جدعانه، وهتعمل معانا واجب ابن لذينه في الفلوس. بتصدق قد انت اللي ابن لذينه؟ سي ديفنس ايه والكتريك ايه يا سيس؟ احنا رايحين نتخانق في مدرسه. على فكره هي ممكن يبقى عندها حاجات تانية يا صالح. ايه بقى؟ مسدسات خرز ومنشاكو مثلا؟ انا مش متاكد من ده يعني يعني مثلا شفت عندها مره، عارف النجمه بتاعت النينجا اللي هي الحديد دي اللي بترشق؟ ايوه المثلثه دي. ايوه دي. انا استقدر بكذب اني قاعد معاكم والله، يعني انا مش عارف انا بتكلم مع مين. واحد مش ملاحظ دماغه والتاني سيس عايز نروح نسرق بنك بنجمه نينجا. بالهداوه يا نجمه. الله، كل حاجه تيجي بالهداوه. سيب موضوع السلاح ده عليا انا. اتفضل اتحفلك زي اخوك. انت بتقارني بعيل زي ده؟ ده عيل بيتشات وبيشير. بس يلا بس عارف تاني. لا لا معلش ماشي، عندك حق يا معلم. زيرو. ها بقى هنعمل ايه؟ هنروح نثبت اسم ونسرق منه السلاح صح؟ لا طبعا. الواد مرجوشي ومحمد عيد كان عندهم حكايه كده من قيمه شهرين، رحت معاهم جبنا فردين سلاح من واحد اسمه المعلم بدير. صباح الفل. صباح الزفت. احنا بكره الصبح باذن الله ساعه عصاري كده نعتمد الطريق، نص ساعه نوصل، ساعه زمن نخلص المسائل. بس احنا كده هنبقى محتاجين مواصله. طب ما احنا ممكن نروح باوبر. هو بدير ده بعيد. ولو قريب ولو في اخر الشارع يا عمرو، هنروح نجيب سلاح بتاكسي. انت متخلف يا ابني. انا اسف. سوري سوري يا عم. اقتراح يا صالح، مجرد اقتراح. ولا عايز ايه؟ ابوك بجد واخد عربيتهم جراشه ولا انت بتشتغلنا؟ يا جدعان والله العظيم، يا جدعان حلفت لكم والله العظيم ثلاثه، ابويا معاقدني وساحب كل العربيات حاططها في المصنع، مفيش بره غير سامي يا جمال. سامي جمال مين؟ سامية جمال الفنانة. سامية جمال. انت يا ابني سامية جمال يا ابن الرحافة. انت متخلف يا ابني، ايه اللي بتقوله ده يا جماعة؟ ابويا واحد طول عمره بيحب سامية جمال. يعني اتجوز على امك يعني؟ مرات ابوه سامية جمال. يا جماعة ابويا معجب بسامية جمال، يعني بيك فان لسامية جمال، فاشترى العربية بتاعتها من مزاد. يا اختي يا حبيبي يا فنان، والعربية دي بتمشي ولا لا؟ بترقص. لا يا حبيبي، العربية بتمشي وابويا محافظ عليها، ويكون في علمكم انتوا الاتنين العربية دي تحديدا مش هينفع نلمسها ولا نيجي ناحيتها، لانها لو خدت خربوش ولا جه عليها ذرة تراب هتطير فيها رقبتي. نهار اسود على الغباوة. ليه يا صعلوك؟ ليه عرفت على الرأس ده؟ ايه وهيفتحها ازاي ويشوف شغل الراجل فيه ايه؟ ايه دي هواية بقى عشان نتصلح. خف ايدك شوية. شوف صعبك يا نجم بقى. خف ايدك شوية. معلش يعني دي هواية ب 20 جنيه؟ ركز بس معايا انت. ركز معايا. دورك في المهمة جاية يا بطل. أنا معتمد عليك اعتماد كلي. بكرة واضح نجيب السلاح. عايزك تجيب 40,000 جنيه. نعم. هجيبهم منين دول يا صالح؟ من ضرب الشرابات اللي أمك بتشيل فيه الفلوس. صالح مش هينفع يا جماعة، أبويا لو ايه ده؟ صالح هو انت عرفت منين ان امي بتشيل الفلوس في دولاب الشرابات؟ صالح انت بتفتش في دولاب امي؟ انت يا عمرو، انت اللي قايل لي احنا بنلعب كوره. صالح احنا كنا بنلعب كوره واحنا في ثانيه ثانوي، انت فاكرها من ساعتها؟ صالح انت كنت عايز تسرقنا. لا مش للدرجه دي طبعا. لا كنت عايز تسرقنا. ركز معايا بس يا عمور، دلوقتي هنجيب الفلوس منين طيب؟ بالراحه يا تعمل ايه يا ابن انت؟ بالراحه. الله بكسر التابلوه عشان اطلع سكرتير الكونتاج. بيكسر التابلوه. دي حاجه بامير. بتكذب بامير. ركز معايا. انت نصيبك في العمليه كام؟ 3 مليون. غلط. 3 مليون و90 الف. 40 الف بتوع السلاح و50 الف بتوع البورصه. ها صح. شفت اللي فاكر فلوس البورصه ازاي؟ عشان تعرف ان حقنا صح. قول للغبي ده بالراحه. بالراحه. دارت يا سيع. بالراحه. بس 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 استنى ده المكان. انت متاكد؟ ايوه طبعا متاكد، والمعلم بدير هناك مستنينا اهو. مش بقول لك ده حبيبي. طيب عمور خليك انت هنا ندور العربيه. ها احنا مش هتاخر ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم. ها يا رب. حاضر. يا رب. يلا في حفظ المولى عز وجل. اصطباحتك لبن يا معلم بدير. فينك يا راجل؟ والله ليك وحشة. مش معلم بدير، معلم بدير مستنيكوا جوه. سبحان الله شبهه بالملي. بجد؟ اه والله. نشوف. خش معلم بدير. اصطباحتك لبن. ايه يا راجل ما بتسألش ليه؟ مش انا المعلم بدير، تعال معايا على جوه. والله شبهه بالملي برضه، والمصحف الشريف شبهه بالملي. خش يا معلم بدير، في ناس عاوزينك.
يا نهار اسود، ده المعلم بدير؟ اه هو. طب وده في حد شبهه في الدنيا؟ معلم بدير عم تجار السلاح في بر مصر تمن. ايه يا راجل والله ليك وحشه. انت مين يا عود؟ مش المعلم بدير برضك؟ يا نهار اسود، انت جاي تشبه هنا؟ اتكوا بقى خالص. لا مؤاخذه سيد المعلمين، احنا كنا عايزين كام حته سلاح كده. عايزهم ايه؟ انت عندك ايه؟ اجيب لك المينيمو وانت تختار. يا ريت والله. انت جاي ستاربكس او حمك؟ خلاص يا عود، عندي طبنجات وعندي آلي. هات لنا اتنين طبنجه وواحد آلي بس كومبو. وتطلع كريسبي. هتلاقوا بيعد اللي هم عايزينه. هات يا عم، انت بتفهم الحاجات دي؟ ايه ده يا ند؟ ايه؟ مدينا بضاعه بايظه ولاد الكلب. بايظه ازاي يعني؟ اهو والله تقعد تدهوز عليه ما بيضربش طلق. تدهوز؟ ايه اللغه دي؟ عشان انت حمار وجاهل مش فاهم حاجه ما تلحقش فيها. يعني انت اللي فاهم قوي؟ ايوه، ده اسمه زور امان، ده تعمله كده بكافئه. اسود يا نهار اسود، احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ قتله؟ احنا بقينا قتله صالح، قتله قتله. ما بطل ياد شغل الحريم والولوله ده في عرتنا. اخرس ياد، لا اقسم بالله هضربك بالرصاص. اه صحيح، فين السلاح؟ السلاح هناك مكان زي ما هو. احسن هات الفلوس. طيب لا، الفلوس جنب السلاح، احنا من الخضه والهويه جرينا. يا نهار اسود يا نهار اسود، لا سلاح ولا فلوس، لا سلاح ولا فلوس. احمد ربنا احنا رجعنا سلام. اقول لك دي نفسين، دي نفسين عشان يروق كده. خد يا عماده. مخدرات دي صح؟ هات هات، ادوني مخدرات، ادوني اقعد. شكوني ابر عشان نبقى مدمنين وحراميه وقتله. المهم بس دلوقتي يا اخوانا هنجيب السلاح منين؟ صباحه ابيض. لا السؤال مش كده، السؤال هنجيب فلوس السلاح منين؟ ايوه ايوه، انا بقى مستنى اسمعها دي. هنجيب فلوس السلاح منين؟ من عند امك. ده عند امك، انا مش هدفع مليم تاني. جرايه يا عمرو، انت هتنام عشان معاك الفلوس؟ انا تعبت قوي يا صاحبي، تعبت قوي. يا عم قوم الحوض الحوض يا عم. طب خلاص خلاص يا عمو، خلاص ايه ده بقى؟ خلاص مش الجرايه بتعيط بقى، خلاص قلنا ايه؟ خلاص معلش، هو انت تعبت لوحدك يا عمرو؟ ما انت تعبت وانا تعبت، هنيجي دلوقتي والنخ بدأنا مشوار نكمله للاخر. يا جماعة يعني لو فيها مشكلة أنا ممكن أروح لرجالة المعلم بدير وهم حبايبي، يعني مش هياكلوا حقي. أنت تخلص خالص يا ابن الجزمة، ما هو كل اللي حصل ده بسببك، ده أنت قاعد تشبه الراجل لغاية ما مات. خلاص، هو الواد ده هيتصرف الفلوس وأنا هتصرف السلاح. تيجي تيجي يا هوا، ما تيجي 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 نتعلم سوا. ما تيجي 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 يا هوا، تعالى ما تيجي تيجي نتعلم سوا. ابو دنيا طعم بينا هنا في تالتة تاني، عايزة شقلاطة وزروطة، يلا بينا نهيس. سموت منور الدنيا حبيب القلوب. انت فين يا غزال؟ موجودة هي زعبوب، يعني هروح فين؟ يا قلب الزعبوب من جوه. طب بقولك ايه؟ سعيد باشا قاعد على ترابيزته يغرد وحيدا، محتاج لك جامد، شكله كده مجروح. ونعمل له ايه؟ تغيري له هالجر. انها الخطيئة، العامل وريهم. يا لوس بالشوكولاتة، تعالي يا فورطان. الله على دماغك يا نجم، نظبط نفسنا نسوان وخمرة عشان نعرف نتكتك العملية. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ بقول لك ايه، ابوس ايدك، يا تهمد وتسكت وتطلع بره تستنانا وتجيب الفلوس. لا بقول لك ايه،
انا هدي الفلوس للكاشير بنفسي واستلم السلاح بالرسيم. معلم زعبوط ابو الزعليم، ابو الزعليم حبيبي صلوحة، بتحبني ولا عادي؟ عادي. انت بتحبني ولا عادي؟ اقل من عادي حبيب قلبي، كنت عاوزك في مصلحة كده. ثانية واحدة قبل اي كلمات، مش تعرفني على مجالك؟ اه ابو اخزة عمور زميل الشغل. هاي ازيك يا حمامة؟ اهلا اهلا اهلا. زيرو زيرو اهو، دي الاسامي. بيشتغل ايه؟ بشتغل نفسي يا عمنا. هو هيشقى؟ الله، انت جايبنا تهزنا ولا ايه يا عم صالح؟ كده هيشقى وانا الجرداد عندي اغبياء. على نفسهم يا عمنا. ايه دي الجرأة دي؟ جت منين في البقر ده؟ اوعى كده، خليك معايا يا مسجد المعلمين. ثانية واحدة، ابو دنيا نزل لي الوجب المخصوص بتاعي في المقصورة الرئيسية. منور يا صلوحة، منور يا حمامة. ثانك يو. نورك والله يا مسجد المعلمين. بقول لك ايه، احنا كنا مزنوقين في حوار كده، محتاجين سلاح. حبيبي عايز كام فردة؟ ثلاث حتت بس كده. حفيفي منورنا يا رجاله. فيفي مسؤولة الامداد والتموين. بقول لك ايه، هتخطفي رجلك لحد الاوضه بتاعتي، هتمدي ايدك تحت الكنبه وتجيبي لي ثلاث فرافل. ما تلعبيش في حاجه. عينيا. ثواني يا استفيفي، عرفيني بالمرة على أصحابك. أنت تأمر. سؤال والنبي. نعم. اللفيفي دي بتتكتب كلمة واحدة ولا كلمتين زي بيبم؟ كلمتين. أحب اللي بان واللي ما بانش. جايلك يا سفلة. صاحبك جريء قوي بس في فئة تفلطحة. بقول لك يا سيدي المعلمين، ما لقيش عندك قنابل. وإيه العبارة بالظبط؟ هو أنت عايز ترسمت الأسلحة دي في إيه؟ لو في حد مضايقك احنا نلم الرجاله الغلط. محمد عيد والمرجوشي. محمد عيد والمرجوشي انت تعرفهم؟ دول اخواتي، ده احنا لسه سايبين بعض الصبح في دفنه المرحوم المعلم بدير رحمه الله عليه. عارف المعلم بدير ده لو كان لسه عايش مصلحتك دي كانت اوديت في منت. ما قلناش تصيب بقى نقابله. معلش استاذ شيبوب، معلش. شيبوب مين؟ هو بيتكلم حد ورايا ولا ايه؟ لا لا، زعبوب. شيبوب زعبوب ده غبي. استاذ زعبوب معلش سؤال بس، هو المعلم بدير بقى مات ازاي؟ بيقول لك في ثلاث عيال هفاءات ضربوا عليه نار في السنتوف. بس تطمنوا ما تقلقوش، العيال دي هتتجاب. اصل الرجاله خدت نمره العربيه. خدوا نمره العربيه يا صالح؟ الشغل. ادي لصلوحه. اتفضل. كيفي؟ نعم. فراشه بقى وتشقلبي في المكان عشان الزباين. عينيا. يلا. حلو بقى. لا شكله. يلا كمل بقى، كمل كمل. ايه ده؟ جرائم منك ليه؟ هو احنا في معرض الكتاب؟ اما تروحوا بقى بقلعب انت وحمامه بقى عسكر وحراميه شيخ. ماشي. بقول لك يا عم زعبور، بكام الحته؟ بثمانية، يعني الثلاثه ب 24 400. هات 30 يا ابني. ما بيقول لك 24 في 400. شوف في طلق يا حبيبي، طلق. ايه ده؟ يوم نهار اسود، الفلوس فين؟ نعم يا اخويا. لا يا حمامه، اوعى تعمل ان هم وقعوا منك ومن الشرطة والكلام ده، مش هياكل معايا. دور كويس، دور كويس. انت كده بقى فلوس. شوف جنبك كده هنا. احلى سلام وتحيه على الناس الحلوه دي، صالح النجم وعمرو بن داس طيبين وزيرو. يعني ده اللي هتاخد صورة مع زيرو للصورة. وفيفي، فيفي اللي جابت لنا السلاح. بتطلب ايه؟ ايه عايز ايه؟ بتطلب ايه؟ يا نجم ايه الماسكة دي؟ انت مش حرام ولا ايه؟ ماسك من غير وزارة، ليك عين كمان. الواد اتبسط قوي. تمسك المعلم عدوه. عيب، الدار امان. البت اللي اسمها ايه؟ اللي كانت هنا دي اسمها ايه؟ البت المفترضة دي اسمها فيفي. هي الأنسة فيفي معهاش فنادول اكسترا؟ انا مصدع جدا. لا والله، ده فيفي معاها اللي احلى من البنامول. افيفي هات العلاج وتعالي. تؤمرني. الله يعزك. معلش بس في ميه معدنيه. اه موجود. ارفع سلوحة. اتفضل. لا انا معلش صداع، انا تمام. شويه وهيجي لك الصداع. الوقايه خير من العلاج. اسم ايدك يا عبد خانة الرحمة. ابستو. ¶¶
مش صاحبك يا ليك. انت بالذات يا تقعد ساكت فاهم. خطوه تانية وفرقع لك لفوفيف. طب انت وفيفا يبقى انت اللي اخترت ده دوب. سيبني اعيش سيبني اعيش سيبني اعيش. الصبح ليه فيه؟ يا عمل في الفيلا كده ده انا ابويا هيجي يشقني نصين. ايه اللي حصل يا نهار اسود؟ هو ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش فاكر حاجه خالص. يا نهار اسود صالح قوم وضب معايا قوم بسرعه. انا هوضب هنا وانت وضب هناك. انضف فين؟ هناك بس بسرعه واحد ابوك قوم. انت صباحك فين يا عمر؟ اقول لك فين وما تزعلش؟ قول. المهم انت ما تزعلش. صباح. ماله صباح يا صاحبي؟ اه لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال اروح لاول واحد. هو انت سايد عليا كده ليه؟ الصباح ايدك هو اللي طار، انت بتقرج ليه؟ تعبان يا صالح، تعبان. انا مش مصدق يا اخي ان انا مش هشوفه تاني. هو ايه ده؟ صباعي يا صالح، صباعي. صلاح هو الصباع ده مش ممكن يطلع تاني. ده على اساس انك برص؟ انت متخلف يا دي عمر. يا ابني هو مش الضفر بنقصه وبيطلع تاني؟ احنا مش نفكنا من المحن ده ونفول العمليه بتاعتنا ولا ايه؟ اتصرفنا في موضوع السلاح، هنتصرف ازاي في موضوع القنبله؟ مش عارف. هنتصرف هنتصرف ازاي؟ هنعملها احنا. اه صحيح. طب ما نعملها ما نعملهاش ليه؟ هي مكرونه فرن، نحط القنبله في الفرن تطلع لنا جاهزه. مش عارف بقى نشوف اي طريقه ونعملها. هنشوف اي طريقه ازاي يعني يا صالح؟ برضو نشوف اليوتيوب. يوتيوب ايه؟ احنا ندخل رابع ما بيننا ليه؟ اكتب يا صالح. ها. كربونات صوديوم. صوديوم. حمض كبريتيك اللي هو مية النار. مية نار. باودر من الفاير ووركس. كور بينج بونج. والغالب على الارض بقى ولا ايه؟ لا الاستظراف هو انت ايه اللي انت عامله يا متخلف ده؟ انت قاعد بالشبشب بتاعك على السرير اللي انا بنام عليه؟ اقلع. حاضر حاضر معلش انا اسف. شمع. بطاريات. خل. بطاطس. لا ثانية واحدة بقى، شيبس ولا صوابع؟ هو أنت كده ابتديت عامل الشكشوكة؟ بتترجم صح أنت ولا أنت معتوه ولا إيه؟ ما هي الترجمة كده، هي بتقول بالإنجليزي بوتيتوس، هتبقى إيه؟ يمكن بالإنجليزي ليها معنى تاني، يعني زي عندنا إحنا هنا، أرنب يعني مليون، فاهم؟ أكيد بوتيتوس مش يعني أرنب. يا جماعة ما يمكن بوتيتوس دي يعني بطاس. مش بس 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 خلاص أنا آسف، كمل يا عمرو كمل. يا إخوانا أنا حاسس إن الولية دي الشيخة خديجة المغربية بتاعت رد المطلقة وقلب الحبيب في ثلاث ساعات، والقنبلة دي لا هتفرقع ولا نيلة. صباحه أبيض. هتفرقع وهتشوف. بس كده انا شغلت التليفون وروح ورا التبه وانتصب بالقنبله.